تشجيعا لخلق مشاريع استثمارية ناجحة في مجال البيئة لدى الشباب وتعريفهم بكل مراحل وكيفية تأسيس مؤسسة ناشئة، برنامج تكويني يتيحه المركز الوطني للنفايات على مدار أسبوع لتعزيز قدرة المتكونين الراغبين في إنشاء مؤسسات ناشئة في مجال رسكلة وتسيير النفايات وتمكينهم من رفع فعاليتهم في الوسط الاقتصادي التدويري وتعزيز الثقافة المقاولاتية لديهم. الآن أنا في الدورة 17 من هذه سلسلة من الدورات التكوينية، تم إشراك من خلالها 236 يعني عضو أو مشارك في الدورات. هذه الدورات كانت تعنى بصفة عامة بكيفية إنشاء مؤسسة في مجال تسيير النفايات، كذلك كيفية تسيير نفايات النشاطات العلاجية، وكذلك كيفية تسيير النفايات الخاصة والخاصة الخطرة. محتوى الدورة التكوينية يعتمد على برنامج ثري يشمل عدة جوانب على غرار الجانب التقني والتشريعي إلى جانب مرافقة المتربصين في مختلف المراحل. من خلال هذه الدورات نحاول ندفعوا الشباب باش يفتحوا مشاريع في مجال الرسكالات تثمين النفايات. في إطار هذه الدورة التقنيات المستعملة وتقنيات التعليم هي تقنيات عالمية حديثة، تكوين عن طريق التطبيق. عنصر جد مهم كذلك الإطار القانوني، بما أن نشاط تسيير النفايات هو يعد كذلك من بعض الأنشطة اللي هي مقننة، واش لازم يعرف هذا صاحب المشروع ولا صاحب الفكرة، واش لازم يعرف الإطار القانوني. هؤلاء الشباب الطموح استحسنوا المبادرة كونها فرصة تخول لهم اكتساب زاد معرفي في هذه الشعبة والاحتكاك مع المختصين في المجال. استفدنا بزاف من هذه الدورة، حبينا إن شاء الله نديروا مؤسسة في إدارة النفايات أو الاقتصاد الدائري أو التدويري، وإن شاء الله نسعى وإن شاء الله بين نكريو مؤسسات اللي نقدروا نوظفوا إن شاء الله الشباب اللي كيما احنا. عندي فكرة استثمار في مؤسسة خاصة في مجال تطوير وتثمين النفايات. جينا لهنا لهاد لا فورماسيون باش ناخذوا دي زيدي، وخدينا اساسيات في الجانب التقني والجانب النظري، وراح ناخذوا ثاني اساسيات في الجانب لا بارتي جوريديك. الدورة التكوينية لم تكن حابسة القاعة فقط، بل تشمل كذلك معاينة ميدانية لأحد المؤسسات الناشئة والناشطة في المجال، وهو الأمر الذي يمكن المتربصين من اكتشاف الجانب التطبيقي والتواصل مع من سبقوهم في هذه الدورات وأنشأوا مؤسسات خاصة بهم. كل دورات تكوينية تنظمها الوكالة الوطنية للنفايات راهي مسحوبة بخرجات ميدانية اللي عندها ركن أساسي في البرنامج التكويني اللي تسطره الوكالة الوطنية للنفايات، وهاد الخرجات تكون على حسب الموضوع المختار في البرنامج. بعد ما كملنا لابارتي تيوريك في الوكالة، اليوم جينا سير تيرا اون انتربريز، شفنا لي زيتاب كامل من برودوي انيسيال حتى البرودوي فينال، والحمد لله كانت تجربة جد مشوقة. شفنا مع الأستاذة كيفاش كيجينا نفتات المؤسسة، كي جيت هنا شفنا الجانب التطبيقي ضروري كي نكمل نجمع جانب حل المؤسسات. الاقتصاد الأخضر والتطويري إحدى التحديات التي تراهن عليها الجزائر من خلال الدفع بالشباب للاستثمار في المجال بواسطة عدة تسهيلات تمنح لهم.